هل سمعت يوما بصيام الدوبامين؟ هل يرتبط الدوبامين بسعادتنا مثلا او بتحفيز اجسامنا لسلوكيات معينه قد نفعلها لتخفيف عن انفسنا؟ خلال بحثنا عن مفهوم الدوبامين وجدنا ان الهرمون المسؤول عن الشعور بالرغبه والحافز الذي يدفعك للقيام باي فعل متوقع ان تحصل عليه على مكافاه ما، فهو يحفز الشعور بالسعاده. بالتالي عالم النفس والأستاذ في جان كاليفورنيا دكتور كاميرون سيبا، والذي نشر مقالا حول الدوبامين، يقترح أن يحد الناس من السلوكيات التي تحفز كميات قوية من إطلاق مادة الدوبامين، وذلك للسماح لأدمغتنا بالتعافي وإعادة تجديد نفسها. اليوم معنا اختصاصية علم النفس العيادي بسمة الكيلاني. صباح الخير لك دكتور. صباح النور. يعني واضح انه موضوع الدوبامين احنا اكثر شيء بحاجه له بهي الفتره بسبب تحفيزه على الشعور بالسعاده او الرضا، لكن علاقه هذا الشيء ممكن يكون سيء احيانا بممارساتنا اليوميه من ضمنها السوشيال ميديا. يعني هي السوشيال ميديا من الاشياء اللي صارت تخلي الدوبامين يتحفز بشكل كبير، زيها زي لما احنا مثلا نتعاطى او ناخذ كحول او مخدرات، وعشان هيك ممكن تعمل ادمان. فبالتالي بنقول بهاي الحالات هي بتسحب اكثر من مخزون الدوبامين من ما احنا في الوضع الطبيعي، بيطلع الدوبامين بعدين بينزل بعدين بيرجع بيطلع، عم بتخليها مرتفعه بشكل كبير. وعشان هيك هذا الصيام انشهر بسيليكون فالي اللي هي منطقه التكنولوجي بامريكا. فبيقول لك انه مع الوقت بيصير الانسان زي كانه محفز زياده، زي كانه وايرد اب، بحس حاله طول الوقت يضل يشتغل، طول الوقت يشيك التليفون، طول الوقت عم بيعمل إشي طول الوقت. فبقول لك لما الإنسان يوصل لهي المرحلة بده بريك، زي كأنه بده راحة. فاقترحوا هاي الفكرة اللي أنا شخصيا بلاقيها كتير إكستريم، كتير رايحة مبالغ فيها بالتعامل مع مشاعر الإنسان، بالتعامل مع الأشياء. بالضبط، يعني أنا أظن ما بقدر أعملها شخصياً. هلأ عشان نشرح للناس، يعني يمكن بشكل أساسي في كثير من الناس لا يفهمون فكرة ما هو صيام الدوبامين أو ما هو قيمة الدوبامين بالدرجة الأولى في جسم الإنسان. فهل ممكن نعطي العلاقة ما بين الدوبامين وسلوكياتنا؟ إلى أي مدى ممكن يأثر على سلوكنا بالدرجة الأولى؟ أوكي. هذا الشعور، يعني هل الدوبامين زي ما قلنا هو بسموه هرمون السعادة، هو الهرمون اللي بيخلينا نحس بدنا نروح ونعمل إشي جديد، بدنا نجرب، بدنا نشتغل نحصل على المكافأة، على الشهادة، هو اللي بيخلينا نقوم ونلبس ونطلع ونعمل ونسوي، ووجوده بيخلينا فعلا أسعد. فبالتالي منصير إحنا دائما ندور عليه، أي إشي عم بيجيب لنا دوبامين منصير نعمله أكتر من غيره. وهذا ممكن أنه يخلق عدم توازن. هلأ غياب الدوبامين بيخلي الإنسان يحس الحياة ما إلها طعمة، بس كتير ناس حاسين بهذا الشعور هلأ حاليا. ليه؟ لأنه هو من الأشياء اللي بيقولوها أنه تحفيزه المستمر خلانا نتعود على هاي الدرجة منه، صار بدنا أكتر. فبالتالي عشان هيك بيقول لك خلينا نمنعه ل 24 ساعة عشان بعديها نرد نحس بقيمة الأشياء، بأقل الأشياء، بأقل الأشياء. بس فعلياً يعني يمكن في كثير من الناس هلأ ممكن أنها تستهجن فكرة، يعني فوق ما هي الحياة ممكن تكون ضغط، كثير من الأشياء يمكن خاصة في أزمة كورونا أثرت على نفسيات الناس، يمكن فاتوا حتى بمرحلة من الاكتئاب أحياناً من الضغط النفسي. كيف من الممكن أنه نقولهم حتى الهرمون اللي ممكن يخليكم تحسوا بين فترة وأخرى أنكم مقبلين على شيء معين أو حاسين بالسعادة أنه لازم تصوموا؟ وين الخطورة حتى يقبلوا على فكرة الصيام؟ يعني أنا مو شايفة خطورة لأنها هي 24 ساعة يعني، بس هي كمان بدنا نقول إنها مش مثبتة علميا. يعني في بيقول لك إنه ما بتعمل أي فرق، وفي ناس بيقول لك لا بعديها أنا طلعت حاسس حالي مركز أكتر، عندي إنتاجية أعلى، رجعت حسيت بقيمة الأشياء اللي أنا فقدتها بهدول 24 ساعة. فكخطورة ما في خطورة، ولكن قديش هي مجدية خلينا نقول أكتر. يمكن هو بيعتمد على الشخص نفسه، يعني
نسبة الإدمان عن شيء معين إذا وصلنا لمرحلة الإدمان، يعني من الواضح أنه هناك في بعض الأشخاص متعلقين بفكرة السوشيال ميديا لدرجة أنهم يعني لم يستطيعوا أن يعودوا للعمل بحياتهم الطبيعية بشكل طبيعي. بعد الصيام قصدي؟ لا عشان يروحوا على فكرة الصيام. أوكي. يعني إحنا ما بنقدر كمان أنه نتعامل مع الموضوع على أساس أنه هذا الشيء لجميع الأشخاص. يعني من الواضح أنه الصيام ما طلع غير لأنه في أشخاص معينين وصلوا لمرحلة من المبالغة، وفي ناس خاصة بعمر معين، برأيك مثلا زي المراهقين، حتى النساء أحيانا بيقولوا أنه أدمنوا على فكرة مثلا عمليات التجميل. هالعمليات التجميل كمان بيعطيهم نوع من السعادة. ففكرة التوقع عند السوشيال ميديا بحد ذاتها بهذا الوقت ممكن برأيك إنها تكون نافعة لكثير من الناس؟ يعني أنا بقول التوازن في الحياة بشكل عام، إنه الإنسان يحاول إنه يقلل كمية قد إيه يحضر في الأسبوع، قد إيه يتعامل مع التكنولوجي إن جنرال، قد إيه مقابلها يدخل المديتيشن وكذا، ممكن تكون مجدية أكثر. لأنه في ناس زي ما قلتي يعني لما جربوا الصيام بعد ما هم مدمنين كتير على التكنولوجي وكذا، كانت أول ساعات، أول تقريبا 8 ساعات صعبة، يعني صعبة، في منهم ضيعوا الطريق لبيوتهم ما عرفوا يوصلوا، في منهم حسوا بانزعاج شديد. ف يعني ممكن انه نقول انه بيستاهل انه نجرب، بس اظن اذا في اشخاص كثير مدمنين، انا بقول كاخصائيه نفسيه انه نبلش تدريجيا، يعني ما نبلش ب 24 ساعه. كيف ممكن يكون تدريجيا؟ يعني نبلش مثلا بساعتين باليوم، اقلاع عن كل الاشياء اللي محطوطه، اللي هي اكل وشرب ما عدا المي، كل انواع التكنولوجي بما فيها التلفزيون، الايبادز، التليفونات، كل شيء، كمبيوترز، لابتوبس، كل انواع رياضه هم حاطين، كل انواع وممارسه الجنس او العاده السريه، لان هاي من الاشياء اللي بتجيب بلاجر، كمان الحكي، يعني الحكي لدرجه قليله، فهي اكستريم، يعني الواحد زي كانه بيقعد ما بده يعمل ولا شيء. الاشياء المسموحه هي فقط الكتابه، انه يعمل مديتيشن او تامل ويمشي. فاشياء كثير قليله. يعني الرياضه بشكل عام ممكن انها تساعده يطلع من هو محطوط انه الرياضه ممنوعه بجميع اشكالها ما عدا المشي. فبالتالي انا برايي لو الواحد مثلا للحالات الشديده يبلش بساعتين باليوم، يقتل يعني يوقف كل هاي الاشياء، بعدين مثلا نعملها 4 ساعات او 3 ساعات لنوصل لهذا، تكون مره بالاسبوع مثلا يوقف لمده ساعتين، بعدين هيك يعني نعملها تدريجيه. طيب في حالة أنه الشخص يعني لم يقم بهذا النوع من الموازنة، يعني برأيك لوين ممكن يوصل الإنسان برغبته دائما بتحفيز الدوبامين، يعني ما يكون في مكان يوقف عنده؟ هو يعني ممكن الإنسان يوصل لدرجة من الاضطراب يأثر على النوم، لأنه إحنا بنعرف كمان أنه التكنولوجي بتعطينا أشعة فوق بنفسجية بيفسرها العقل على أنها زي كأنها زي الشمس، فبيأثر كتير على النوم، ممكن يأثر على النوم. كل ما تأثر النوم وتأثرت الخلايا، الدماغ ما ارتاحت، كل ما الإنسان صار عصبي أكتر، كل ما الإنسان صار محفز أكتر، بده يشتغل، بده يعمل طول الوقت، كل ما صار يتأثر نظامه الغذائي، يعني كتير شغلات ممكن تتأثر لدرجة ممكن فعلا يأثر على الأداء والإنتاج. طيب فعليا الدوبامين هو ممكن أنه يفرز من كتير أشياء إحنا بنعملها بنحبها، حتى لو كان سماع الموسيقى، حتى لو كان المشي، حتى لو كان الكتابة، القراءة. هل فعليا نتعامل مع الدوبامين اللي أفرز من كل هاي الأشياء بنفس الطريقة إذا كانت عن السوشيال ميديا أو غيرها؟ لا طبعا، كل ما كانت الأشياء اللي بتفرز الدوبامين طبيعية كل ما كان أحسن لإلنا،
وكل ما كان في توازن، لأنها هي زي ما قلنا بتطلع بعدين بترجع بتنزل. يعني أنا دائما بفسر للمدمنين الدوبامين لما يكون بطرق غير صحية زي التكنولوجي، زي الكحول، زي المخدرات، إنها إحنا زي كأنه عم نسحب من رصيدنا من الدوبامين كمية مش لازم نسحبها، زي ما أنت بتسحبي من حسابك بالبنك بالآخر الحساب بده يفلس. بينما لما يكون أنا عم بسحب شوي لأنه هلأ أنا بقدر أسحب وبعدين عمالي برد برجعهم، ما رح يفلس الحساب. فبالتالي الكميات الكبيرة اللي بتنسحب لما إحنا نفرط هي وهمية إلى حد ما، لدرجة إنها ممكن تأخذ من حساب الإنسان. يعني هل في كمية معينة من الدوبامين موجودة بأجسامنا حتى ما بنقدر إحنا نعوضها؟ مش ممكن تكون متجددة بشكل أو بآخر من ممارساتنا وسلوكياتنا وتفكيرنا؟ ما هذا اللي أنا عم بقوله، إنه لما إحنا عم نسحب كميات قليلة اللي هي تطلع طبيعي، لما احنا مثلا بنلعب رياضة، لما بنسمع موسيقى، لما بنعمل اشي جديد، لما بنرقص، لما كل هاي الاشياء، هي كميات محدودة وبعدين ترجع بتنزل، فبضل في توازن. بينما لما احنا مثلا ناخد كحول او مخدرات، احنا سحبنا كمية كتير كبيرة مش من حقنا نسحبها، هي كمية غير مبررة. فبالتالي بتعمل إشي اسمه depletion of dopamine بالجسم، بتسحب المخزون لما بدنا نستعمله لإشي تاني هو مش موجود. فعشان هيك احيانا ممكن بيوصلوا لمرحله المدمنين انه ببطلوا حاسين بنفس الشعور اللي هم حاسين فيه، بالضبط، بتعودوا على كميات كثير عاليه كمان. فبالتالي الاشياء الطبيعيه اللي احنا بنعملها بتصير ما عم تعطيهم هاي الدرجه. طب كيف ممكن السوشيال ميديا فعليا توصل الناس لهيك شو يعني لهيك مرحله احيانا؟ هي نفس الشيء، لانها هي شيء مش طبيعي، عماله بيحفز الدماغ زياده عن ما لازم. يعني حتى بتلاحظي الاعلانات، الاشياء اللي بنشوفها، الصور سريعه، الالوان كثير قويه، كميه المعلومات كثير كبيره وسريعه كمان. فبالتالي هذا كثير بحفز الدماغ اكثر من ما احنا مثلا بتحفز لما احنا عمالنا ناكل شغله زاكيه او كذا. فبالتالي بنصير لما عمالنا رايحين ناكل شغله زاكيه مع صديق، ما بنحسها هالقد اعطانا الشعور اللي احنا عمالنا تعودنا عليه. هذا في حال كمان انه احنا كنا نتعاطى مع السوشيال ميديا كمؤثرين او كمتاثرين طبعاً. بنفس الطريقه حسب قديش كميه الاستعمال، هي الافراط مقابل التوازن. نعم. اختصاصيه علم النفس العيادي بسمه الكلاني، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. باي باي.